بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو راه موجه لإخوتي المتابعات في هذه القناة. على بالي راني نشوف في الإحصائيات باللي راكم قلال بزاف بزاف، حوالي 3% ولا 4%. بصح معليش والله ما خليكم، ندير لكم الفيديو هذا على جاكم. وحتى اخواني الكرام اللي عندهم خواتات في الدار، اذا فسد لهم هذا البلاك تاعهم راهي الطريقه تاع التصليح تاعو سهله بزاف. كل ما عليك اخي الكريم تبع معايا في الفيديو هذا، راح نشرح لكم كيفاش تصلحوه بكل سهوله. اخواني الكرام، اول حاجه ديرها اخي الكريم ولا اختي الكريمه، اذا حبيت تصلح حاجه حذاري تصلحها والكهرباء مربوطه. لازم اول حاجه تنحي الكهرباء. شيء ثاني، جميع البلاك اخواني يتفتحوا من هذا المكان، يعني فقط بسكين ولا آلة حادة هكذا تفتح، تلقى برغي تحته تفتح هذاك البرغي. مرات يكون يتفتح من جهة واحدة ومرات يتفتح من الجهتين، يعني لازم يكون عندك الجهة الثانية ثاني تفتحها بهذا الشكل. وندعو كل من لم يشترك بعد في هذه القناة أن يشترك معنا، وتضغطون على زر الاعجاب الفيديو هذا، راح نقدم لكم ان شاء الله محتوى مفيد. وهنا نسرعوا شويه الفيديو باش ما نطولوش على خاوتنا. وبعد ما تفتحوا هذا البرغي نحيوا اللاكس هذاك ونفكوا الجهتين من بعضهما كيما راكم تشوفوا في الشكل امامكم. طبعا الجهه الحاجه اللي تفسد بزاف اخوان الكرام هي الخيط. الخيط هذا اللي هو مدخل تاع التيار الكهربائي، كيفاش نعرفوه باللي هو المشكله ولا ماهوش هو المشكله؟ نفتحوا الجهه اللي تاع الخيط. ونصيحه لجميع اخواني، كي تكونوا تفتحوا في الاجهزه الكهربائيه كي تواجهوا صعوبه هكذا في فتحها، عرف باللي كاينه حاجه ماهيش مضبوطه، يعني حاجه مش مفتوحه بلا عقل، وتفقد بشويه بشويه حتى تفتح الجهاز تاعك. والحوايج هذو يطلبوا الصبر، يعني اذا كنت غاصب ولا مقلق انصحك الا تقوم بفعل اي شيء او تصليح. طبعا ما تشوفوش لي انا فتحت الجهتين، انتم تفتحوا فقط الجهه هذه اللي فيها الخيط برك. وكل بلاك تلقاوه مخدوم زين، انتم ما يهمكمش، المهم فيهم نفس الفكره. نشوفوا هذيك الصفيحة كش ما كاين سويداد ولا حاجة محروقة، ولا هذيك ممكن تكون قطعة إلكترونية محروقة. إذا ما لقيناش نرجعوا للخيط، هو الأول نسيوه، بيسك أغلبية المشاكل يعني 90% من اللي بلاك يفسدوا من الخيط. تالمو البنات يحركوه بزاف الخيط هذا كي تقطع، وحتى وما يبالكش باللي راهو مقطوع يقدر يكون النحاس الداخل مقطوع أخي الكريم، كيما في الحالة هذا تاع الفيديو هذا. كيفاش نسيوه؟ نجيبو جهاز افومتر باش نقيسو الاستمرارية، يعني بالخيط راه مقطوع ولا مش مقطوع. نديرو على زر الجرس كيما شفتو في الصورة، ونشوفو الطرفين تاعو. لاحظنا لقينا الطرفين في الحقيقة مش مقطوعين، وهذا في الحقيقة هو عطل خبيث جدا. نزيدو نتفقدو هذا القطعة اللي هي وين يتلامس هذاك، وين يركب هذاك السيكتور تاع البريز، وين يركب الداخل. بما اني لقيت الخيط سليم شكيت في هذا القطعة اللي هي ترانزستور، نسيها. كيفاش نسيوها؟ نحطو لها الافومتر في وسطها، لازم ما يعطينيش جرس في الطرفين كي نركب الاسود في الوسط، يعني ما فيه حتى مشكل. الديود ثاني ما فيه حتى مشكل. اذا هنا واش جا في بالي؟ جا في بالي باللي هذيك القطعه مرخوفه فقط، يعني القطعه اللي يصرى فيها التلامس. واش لقيت؟ لقيت فيها بقع من لاغريس، مش عارف منين طاع عليها، ولكن قد يكون غبار ولا تحطه في مكان فيه رطوبه ولا حاجه تلقى فيها لاغريس. اتيت بمنديل ونظفته وقمت ب يعني نزيره مليح. مرات اخواني الكرام غير بمجرد انك تزيرها مليح وتعاود ترجع البلاك كما كان تلقى البلاك يمشي عادي، ولكن في الحاله هذه نتاعي باش نصارحكم ركبته مره وكي عاودت شعلته يشعل، ولكن عندما تحرك الخيط شويه يطفى البلاك.
في هذه الحالة أنا واش درت؟ الخيط هذا تاع الكوندوساتور هذا قطعت كامل هذا القطعة هذه، قطعت هذا القطعة والقطعة هذه تاع المدخل ثاني قطعتهم في زوج ونحيتهم وركب ديركت الخيط تاع البلاك مع الخيوط هذوك زوج، يعني تجيب الخيط تاع التريسيتي ديركت الازرق والاحمر اللي راهم في الصوره، يعني تركبهم طول معاهم بسكوتش وانتهى الامر، وسكر عادي ما عندك حتى مشكل، ودير له برك شويه سكوتش وشويه سيليكون باش يحبس ما يتحركش كي يعودوا يخدموا به. هكذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا، نعاودوا نرجعوا كلش كيما كان ونشوفوا النتيجه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا خاوتي خياتي، ان شاء الله الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنساوش تضغطوا على اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.